guys, I hope you're doing good. Welcome back to Unlimited Talk by سناء سلاي by me. أول حاجة بغيت نقول لكم ما تخيلوش حال أنا مرتاحة في هاد الجلسة اللي جالسة فيها. من نهار بديت البودكاست ما جلست شي جلسة اللي مرتاحة فيها بحال هكا. حاولت أنني نقرب الكاميرا وأنني نجلس مرتاحة ودابا ما تخيلوش I feel so comfy. لابسة ليجينز بينك توب الفايب في البينك. أول حاجة غادي نهضروا عليها وهي 100K اللي وصلنا ليها في يوتيوب. ملي بديت البودكاست تخيلوا انني ما كنت متوقعة حتى واحد 10% انني ندير 100K في الشهر. في الشهر عشي بقى كنت فكر فاش بقي الله بديت يوتيوب بديت لاشين جاي اليوتيوب الاولى. تخيلوا على شحال وصلت 100K. اشبونس وصلت 100K على شي عامين تقريبا. عاد وصلت 100K عامين وانا كندير يوتيوب. عاد وصلت 100K في لاشين جاي الاخرى. ودابا في شهر وصلت 100K. سو كنحس انه like my talk او لا my unlimited talk هاد لاشين جديدة اللي درت فغيمو عجباتكم. وكنحس انه the girls talk اللي كنت كندير شحال هادي كيعجبوكم. هادشي علاش دابا كتصنتوا ليا لحقاش فريمون جايز كيعجبكم كيفاش كنهضروا انا وياكم كيعجبكم التوبكس اللي كنديروا. سو جايز ثانك يو سو ماتش اي واحد دير لي ابوني ثانك يو سو ماتش لحقاش فريمون كتفرحوني بحال هكا. عرفتوا راه كنكون ديموتيفي عندي بزاف ديال لي فيديو خصني نمونطيهم باش نحطهم في لاشين الاخرى. ما عنديش الوقت باش نصور بودكاست بي اونست جايز. ولكن ات ذا سيم تايم فاش كنجي وكندخل لاشين وكنلقى كتفرجوا في البودكاست ديالي اند ات ذا سيم تايم كندخل سبوتيفاي اولا كندخل لشي بلاصه بحال هكا وكنلقى بلي كتصنتوا كتليشارجيو الابيسودز ديالي وكتصنتو ليهم وكتشريهم مع صحابكم. فهادشي جايز كيعني ليا بزاف لحقاش كنشوف انني واخا كندير دابا افور كنحط فهاد لاشين وكيخصني نحط فلاشين الاخرى وكندير مونتاج هنا وندير مونتاج لهي اند لايك اي هاف لوت اوف ثينكس تو دو لحقاش كنعيش بوحدي لايك خصني ندير شحال من حاجه. سو الحاجه اللي كتموتيفيني انني ندير هادشي كامل سي كو كنشوف ديك 100,000 اللي دايرين ليا ابوني فكنحس بلي هادشي كيعجبكم. واحد الحاجه غادي نقولها لكم بزاف ديال الناس قالوا لي داك النهار سنه ما تبقايش هاز الميكرو بحال هكا غادي يضرك في ايديك لحقاش كنديرها واحد العصا. الناس اللي كيتصنتو ليا في سبوتيفاي اولا في ابل بودكاست ما يفهموا حتى شي حاجه لحقاش ما كيشوفونيش بحالكم دابا نتوما في يوتيوب. مي انا نحاول نشرح لهم انا كنشحال جي كندير واحد العصا بحال هكا باش كنعلق فيها الميكرو وكنهضر على خاطري. وديك العصا اللي كنديرها كنديرونجات بزاف ديال البنات كما قلت لكم في الابيسود اللي فات. سو حيدتها وليت كنشد الميكرو بيديا وبزاف ديال الناس بداو كيقولوا لي لا سناء كيعذبك كنحسوا بك معذبه. جايز الميكرو ما تقيش بزاف كنحس براسي مرتاحه وانني هزه بحال هكا. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي كتفرحني بزاف انني نهضر عليها واللي كتموتيفيني بزاف انني نهضر عليها واللي كتموتيفيكم نتوما انني انا نهضر لكم عليها اللي هي القرايه. قربنا ندخل للمدرسه راه ما بقى والو الوقت كيدوز دغيا. شهر 8 دابا دات في 10 ايام دغيا غادي يدوز. نص ديال شهر 9 الاخر ديال شهر 10 الناس اللي كيقراو ليسونس اولا ماستر بحالي وداكشي غادي يبداو يدخلوا غادي يبداو يعرفوا لي زيكول اللي تقبلوا فيهم فما بقى والو. فهادشي علاش قلت لايك احسن توبيك نقدر نديرو لكم بما انني درت البودكاست وهو القرايه. لحقاش بالنسبه لي القرايه وهي اكثر حاجه مهمه في الدنيا. قربنا ندخل للمدرسه دابا غادي نديرو باك تو سكول تيبس اولا غادي نعطيكم نصائح ديال الدخله للمدرسه شي حوايج اللي خصكم تعرفوهم قبل ما تدخلوا المدرسه غادي نقولهم اليوم وغادي نهضروا عليهم اليوم باش ما نزيدوش نطولوا. اول حاجه غادي نهضروا عليها بما اننا باقين في الاول ديال شهر 8 ودابا محسوب انه باقي الصيف غادي نقول لكم انجوي يور سمر. استمتعوا بهذا الوقت اللي دابا بقى لكم قبل ما تدخلوا المدرسه. بقاو لو نبداو نقلبوا على السلوات والدفاتر ونبداو نقلبوا على الاقسام وفين غادي نقراو مع من غادي نقراو هذه وهذه وهذه. فنحاولوا اننا نستمتعوا بهذا الصيف. ما نكذبش عليكم هذا الصيف انا ما سافرتش ما حسيتش براسي سافرت اولا درت شي حاجه من غير انني ارتحيت. هذا الصيف وليت عطيها انا غير الماكله نعاس بيسين مره البحر ما كندير حتى شي حاجه لايك فريمون جايز ما كندير حتى شي حاجه غير مرتاحه في الدار. وما تخيلوش شحال كنحس براسي موتيفي انني نبدا القرايه. انا ما كرهتش غدا نرجع للمدرسه واخا عارفه بلي هذه الكلمه غادي ندم عليها اول فوا غنرجع للمدرسه مي فريمون كنحس براسي موتيفي. فالحاجه اللي بغيت نقولها لكم استغلوا اي نهار كيدوز ضيج عليك ضلي نهار كامل ناعسه ما ديري حتى شي حاجه. دون بي بروداكتيف لحقاش هذا غير الصيف ارتاحي فيه لو ماكسيموم ارتاحي لو ماكسيموم باش فاش ترجعي للمدرسه ما تقوليش انا عيانه انا هادي الا هادي. لا فاش غترجعي للمدرسه غتقولي بلاتي انا دوزت الصيف كامل نعاس دوزت الصيف كامل في الدار دوزت الصيف كامل بحر. واخا ما كتمشيش للبحر بزاف واخا ما كتمشيش للبيسين بزاف واخا دوزتي الصيف غير في الدار المهم ارتاحي دير فيس ماسك ندوش نمشي للحمام نرتاح. هذا غير الصيف ديري دي ماسك لوجهك ولشعرك ديري تبريمات للحمك باش فاش تدخلي المدرسه تكوني كديري بحال هكا. المهم الصيف ديالك استغليه باش فاش ندخل المدرسه ندخل موتيفي باش فاش ندخل المدرسه ندخل وانا كنقول بلاتي انا الصيف راه درت فيه كاع داكشي اللي بغيت تهليت فراسي نعست ما خليت حتى شي فيلم ما تفرجت فيه ما تخليت حتى شي ساغي ما تفرجت فيها. دابا وقت القرايه دابا وقت انني نجمع راسي. فهادشي اللي بغيتكم ديروا بغيتكم تستغلوا الصيف ديالكم
ولا بغيتكم تستغلوا هاد الايامات اللي بقاو ليكم قبل ما نرجعوا للمدرسه باش ندخلوا موتيفي. ما ندخلش انا كاع عيانه ومطحطحه وما نعرف شنو، لا ندخلوا انا داير في بالي انني الصيف دوزتو كامل نعاس، دابا وقت الخدمه، دابا وقت انني ندير شي حاجه لحياتي فور ماي فيوتشر. ثاني حاجه ولي ما كنقولها لكم، العام كيدوز دغيا والوقت كيدوز دغيا. سدي عينيك حليها، غتلقى راسك في شهر 5. سدي عينيك حليها، غتلقى راسك في الوطني. سدي عينيك حليها، غتلقى راسك في الجهوي. سدي عينيك حليها، غتلقى راسك وصلتي الصيف الاخر وكدوزي في لي زيكزامان الاخرين. كندخلوا في شهر 10، كيوصل شهر 11 كندوزوا لي زيكزامان الاولين، كيوصل شهر 12 كدوزي لي زيكزامان الثانيين، كيوصل شهر 1 كدوزي لي غاتخاباش، هادشي الا كنتي فوق من الباك. اما الا كنتي باقا صغيره، باقا في الكوليج، باقا في الليسي، فكيكون عندك داك شهر 1 عطله اولا جوج سيمانات عطله، ولكن المهم الوقت دغيا كيدوز. كتعاودي ثاني كتدخلي في شهر 2 كتقراي داك شهر 2 اولا نصف شهر 2، شهر 3 عندك لي زيكزامان، كدوزي داك شهر 3، شهر 4 عندك لي زيكزامان الثانيين، شهر 5، شهر 6 سال العام. فانتي شنو ربحتي من هادشي كامل؟ ربحتي غير شي قرايه اللي كنتي كتقرايها مزيان، غير شي مراجعه اللي كنتي كديرها، غير شي نقاط اللي كنتي كتجيبيهم مزيان فقط، ما ربحتي حتى شي حاجه من العام. كانت عندك 15 16 17 18 20 22 كتقراي كوليج ليسي يونيفرسيتي، خدمتك فور ذا مومنت انك تقراي، فداك العام اللي كيدوز راه ما كتربحي منه حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كتربحيها منه من غير شي نقطه اللي جبتيها مزيانه وشي ديبلوم اللي ديتيه مزيان. فندخل موتيفي وديما نخلي في بالي ان الوقت كيدوز دغيا. الحاجه الوحيده اللي غنربحها من هذا العام وهي شي نقطه زينه نفرح بها والديا ونفرح بها راسي، لحقاش لما جبتيش مزيان الصيف الاخر اللي غدوزيه اكفى الصيف في حياتك، وغيبقاو ديما والديك يقول لك شوفي بنت فلانه شحال جابت، شوفي بنت فلانه شحال جابت، شوفي هذه شوفي هذه. فانا ما محتاجاش لذاك صداع الراس، انا ارتحيت في الصيف، غادي ندخل نقرا مزيان وغادي ندخل نجيب مزيان، لحقاش العام كيدوز دغيا اند وي موف اون. فاش ندخل العام الجديد ديال القرايه نبعد على الدراما، انا كنقولها وكنعاود نقولها لكم، نبعد على الدراما. هادي تصاحبت مع هادي، هذا تصاحب مع هادي، هذا تفاتن مع هادي، هذيك اللور مضاربه مع هادي القدام، هادي ما كتحملش هادي، انا ماشي شغلي، انا مالي، انا اشنو غنربح من ان هادي مضاربه مع هادي؟ انا اشنو غادي نربح؟ هما غادي يضربوا، انت غتدخلي تفكيهم، غتخرجي بشي جرحه من هنا حتى لهنا، انت مشيتي باش تقراي جايه بسيكاتريس من هنا حتى لهنا. انا مالي على هادشي كامل، نبعد على الصداع. شي وحده باغا تجبد صداع معايا، نحاول نبعد، نخل، نقيلها تنعيا. فانا مشيت باش نقرا، ما مشيتش باش نتفاتن، ما مشيتش باش نتصاحب مع هذا، ما مشيتش باش نتصاحب مع هادي، ندخل سوق راسي. نيكست نبعد على كثرة الصحاب والبسالات الخاويه، الصحاب اللي غيلاهوني انا ما عندي ما ندير بهم، انا ما مشيتش تو ميك فريندز. الصحاب اللي غندخل معاه للكلاس وغنبدا جالسه معاه على التكركير والضحك ونجلس اللور ونجيب معايا الماكله ويخرجني هذا البروف ويخرجني داك البروف وما يحملنيش داك البروف وما يحملنيش داك البروف، انا ما عندي ما ندير بها. انا مشيت باش نجيب مزيان، كنقولها وكنعاود نقولها لكم، قسما بالله العلي العظيم الا ما عندكم ما ديروا بشي صحاب في الكلاس. انا كنفضل تكون عندي شي صاحبتي برا الكلاس، نخرجوا برا للاستراحه ولا شي حاجه، نبقى نمشي ونجي انا وياها في الطريق، تبقى تطرقني الصباح ونمشي انا ونجي انا وياها. فاش نخرج للاستراحه مع العشرة اولا مع الربعة اولا مع 12، نجلس انا وياها ناكل انا وياها وندخل الكلاس نسد عليها وهي تدخل الكلاس تسد عليها. هذه اللي كنسميها انا فرينشيب، لحقاش لا كنت غادي ندخل الكلاس وغادي نبقى نفرنس مع شي وحده اولا غادي نبقى نضحك مع شي وحده، وداك البروف غادي يهز عليا نظره خايبه وغادي يبدا يعيرني قدام الناس، وبنادم غادي يبدا يضحك عليا واللي سوا واللي ما يسوا، اللي كيقرا واللي ما كيقرا يبدا يفرنس عليا، لحقاش داك البروف دار فيا. علاش؟ لحقاش كنت كنفرنس مع خيتي، انا ما عندي ما ندير بها. قسما بالله العلي العظيم انا دوك الصحاب ديال الليسي وديال الكوليج والله ما غادي يبقاو معاكم، راه غادي تفوجوا غير الباك، توصلوا الباك كل واحد فيكم يشد الباك، كل واحد غادي يزيد القنت، هذا غيزيد يقرا هنا، هذا يزيد يقرا هنا، هذا يخرج من القرايه، هذا ما نعرف شنو غادي، هذه غتخدم هنا، هذه غتخدم هنا، غادي يدوزوا شويه ديال الاعوام، هذه تخطبات، هذه تزوجات، هذه دارت، هذا فعل، هذا ترك، ما غادي تستافدوا منهم حتى شي حاجه، قليل قليل، نقول لكم واحد 5% 5% هما اللي كيبقاو معاكم فريندز ديال الصغر حتى كتكبروا، قليل غير اللي كيكونوا كبروا معاكم لايك كبرتوا من الصغر مع بعضياتكم، هذوك هما اللي كيقدروا يبقاو معاكم حتى كتكبري وحتى كتزوجي وحتى كتخدمي وحتى هادي وحتى هادي وحتى هادي. اما الفريندز اللي يلاه كتدخلي كلاس وكتعرفي عليها فحدك حد الاخر ديال العام، اولا تقدر دير لك شي بلان وسط العام اولا في البدايه ديال العام، ما تعطلكش دير لك شي بلان، تخاصمي انت وياها، تفاتني انت وياها، لايك شي كان كرييت دراما وتلهيك على القرايه وما نعرف شنو. ماكسيموم الا بقات معاك الكوليج والليسي غتاخذ الباك غتقلب عليك، وانت غتقلبي عليها لحقاش انتيا غادي خصك تفكري في مصلحتك، وهذه كتجيني حاجه عاديه بزاف. فما تبقاوش تقولوا انا ديك صاحبتي قلبات عليا، انا هذيك صاحبتي غمشات لديك لاكل وقلبات عليا، من حقها، انا كنقول لكم من حقها ومن حقها، لحقاش صافي كبرنا كل واحد وشنو خصو يدير في حياته، انا غنتعرف على ناس جداد، انت غتعرفي على ناس جداد، انا غادي نمشي من هاد الطريق، انت غتمشي من هاد الطريق، فهذه حاجه طبيعيه وجد طبيعيه اننا ما نبقاوش مع بعضياتنا، ما نبقاوش نهضروا مع بعضياتنا، ف
there's no need to make friends وما نعرف شنو يبقى فيك الحال على صاحبتك مشات هضرت مع الاخرى يبقى فيك الحال على ان هادي خرجت معايا لي في السلاحه وما خرجتش معاك لك there's no need شي صاحبتي ما باش تخرج معايا تعرفش على شي وحده في الكلاس بانت لي مشات عند وحده اخرى وقلبات عليا الله يسهل عليها انا هز الكوتا ديالي وغادي نخرج برا وغادي نجلس ترونكيل انا ما محتاجاكش ما غادا تزيديني حتى شي حاجه ولا ما غنزيدك حتى شي حاجه عطيني غير اتساع انا جاي باش نقرا ونزيد في حالاتي سالينا نيكست لكن كنت غنتعاند مع شي واحد في الكلاس ما نتعاندش على اللبس ما نتعاندش على المكياج هذيك كتلبس حسن مني هذيك جديه احسن مني هذيك هادي لا انت عند على القرايه نكون مسمومه في القرايه انا كنقولها وكنعاود نقولها لكم كاين شي بنات يقول لي لا انا هادي انا هادي نكون مسمومه في القرايه نتعاند مع شي وحده كتجيب احسن مني نتعاند ديما اللي بغيت نتعاند مع شي واحد اللي احسن مني صافي سالينا علاش غادي نتعاند انا مع هذيك سروال جديد جات لابسه لي داك السبر ديالها جات هزه لي داك الساك ما غتفيدني في حتى شي حاجه لايك ليترلي ما غتفيدني في حتى شي حاجه لحقاش تقدر تكون عندها الامكانيات باش انها توفر دوك الحوايج وتوفر داك المكياج وديك الريحه وانت ما تقدرش عندك فايمتى تقدر تكون عندك الامكانيات انك توفري داك الشيء اللي هي عندها فاش غنقرا مزيان ونمشي شي يونيفرسيتي مزيانه وغادي نخدم فقط فديما ندير فراسي لبسي مزيان ديري مكياج مزيان ديري اللي عجبك دابا انا ان شاء الله غادي نكبر وغادي نعجبك وغنولي قوقه وتوته ولوزه كنقولها لكم لكن غادي نتعاند مع شي واحد نتعاند مع شي بنت قرايه نشوف شي بنت قرايه ونتصاحب معاها ونبقى معنده معاها ماشي معنده مع هذيك اللعيبه ديال السم واخا انا قلت لكم كونوا مسمومات ولكن لا نتعاند معاها لانها بحال دابا نعطيك اكزومبل تكوني جالسه في الدار وصافي طلع لك الدم وباغي غير تنعسي وجي صيفط لها ميساج فلانه خوله شنو كديري دابا انا ما كندير والو انا باقيه لا كليت وغادي نوض نراجع واحد شويه وغادي نعس هي غتراجع شويه ديكو انا خصني نراجع مزيان باش انا نجيب بحالها ولا نجيب حسن منها فهذه المعانده اللي كتكون زوينه انا هذا هو الجونغ ديال المعانده اللي نقدر نتعاندو مع شي واحد في القرايه واللي يجيب حسن منك فهاد العام انا باغا نجمع راسي غادي ندخل نقرا غادي نشوف شي وحده قرايه كتقرا مزيان نمشي نجلس حداها نبقى نجمع معاها نوليو فريندز هادو هما الصداقات الوحيدين اللي كنقول لك انك تكوني في الكلاس داك التكركير وداك الشيء ما عندي ما ندير به الصداقه اللي تقدري تكوني شي وحده قرايه وكتجيب مزيان نمشي نجلس حداها نشوفها كيفاش كتخدم نشوفها كيفاش كتصوب التلخيص ديالها نشوفها كيفاش كدير هادي كيفاش كدير هادي هي قبل من ليكزام بثلاثه السيمانات كتبدا توجد نقدر ندير انا بحالها تقدر تجي عندي هي النهار الاخر تقول لي شوفي انا درت التلخيص وكذا كذا كذا وهادي وهادي انا نمشي للدار وندير انا شي تلخيص زوين ونجي بحال هكا يو نو لايك كتعاندو انت وياها في القرايه اولا كتصاحبوا في القرايه اولا سميوها كيف ما بغيتوا تسميوها انا نقول لكم معانده لحقاش كتموتي فيك داك الموتيفاسيون اللي كتكون زوينه انك تعاندي مع شي واحد باش تجيبي مزيان بحالو او احسن منه فهذا هو دي اونلي تايب اوف فريندز اللي نقدر نقول لك ديري في الكلاس اند وان اوف ذا بيست ادفايس اللي نقدر نعطيهم لكم دابا الا كنتي باغا تموتيفاي في الكلاس باغي كنتي باغا تموتيفاي في القرايه الحاجه الوحيده اللي نقدر ننصحك بها وفريمون لايك ات وركس فريمون ديال بصح وهو انك تجلسي لقدام تقول لي لا وانا ما كيعجبنيش نجلس لقدام انا واخا كنجلس اللور كنبقى متبعه وكان هادي لا 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 جلسي لقدام فاش كتجلسي اللور الكلاس كله قدامك كتشوفي هادي كتعكر كتشوفي هذا مجمع مع هادي كتشوفي هذا شاد في يد هادي كتشوفي ما نعرف شنو فلا كنت نجلس اللور غادي نبقى حاضيها بنادم واخا نبغي نتبع شي ولا جلستي اللور وتقول لي لا غنتبع راه واخا انا جلست اللور انا اليوم بغيت نتبع انا جلست اللور باش غنشوف البروف انا كنشوف البروف هذا انا مشيت للطواليت انا حاضيه ها هذه ما نعرف شنو كدير كتبدل الحوايج في وسط الكلاس ها هذه كتاكل حدايا ليمونه هذا ما نعرف شنو كيدير كتلهاي واخا انت تكوني داخله باغا تقراي وجلستي اللور كتلهاي اوتوماتيكمون كتلهاي فنجلس لقدام فاش كتجلسي لقدام كتكوني اوبليجي انك غتتبعي لحقاش ما عندك فاش تشوفي عندك حاجه وحده تشوفيها وهي السبوره والبروف وتا الا بغيتي تلفتي وتجمعي غادي يدور فيك البروف وغتحشمي وغتدوري قدامك من الاول ديال العام نديرها مع راسي انا هذا العام غنحاول نجلس في الطاوله الاولى او الثانيه ماكسيموم طاوله الثالثه ماكسيموم الا رجعتي جلست اللور مشيت فيها وغالبا القدام كيكونوا جالسين بنادم اللي باغي يقرا يكون عطيكم بخوف شي حاجه في الكلاس صوبيها وانت عاكزه انك ديريها ففاش كتشوفي بنادم حداك القدام خدام كتجيك الموتيفاسيون انك تخدمي باغ كونط فاش كتكوني اللور وكيعطيك البروف تصوبي اولا تخرجي شي تمرين كتبقاي غير مجمعه ما كديري والو كتقولي ماشي مشكل راه يخرجوا هذاك القدام هذاك القدام اي ولا انا هذاك القدامي غنمشي نجلس حداه باش نشوفو كيفاش كيدير وشنو كيدير وندير بحالو فهكا كتموتيفي راسك براسك بلا ما تحتاجي حتى شي واحد نيكست اولويز دو your homework انا ما كرهتش يرجع الزمن بيا اللور باش نصوب التمارين اللي كانوا كيعطيوني هادشي ما كاينش علاش ما كنتش كنصوب لا نقدر نقول لكم واحد 70% ديال الوقت كنت كنصوب التمارين اللي كيتعطوني واحد 15% كنت للكلاس عاد كنصوبو اولا كننقلو من عند شي واحد نصيحه اللي نقدر نعطيها لكم دابا كوني طالبه في العام الثاني ديالي ديال الماستر وهو عافاكم
اون فوا ندخل للدار ندخل ناكل نحاول دغيا نزرع داك التمرين. لحقاش عرفتي غير كتدخلي للدار كتاكلي ماما كتشعل التلفازه وانت كتشعل التلفازه كترخاي صافي مشى ما غديري والو. كتفكري شعري مزيت خصني نوض نغسلو نصوبو كتفكري هاد الضفر خصني نصبغو كتفكري هادي كتفكري هادي. فلا ندخل للدار نعتق روحي ناكل ونجلس نخرج داك التمرين نحيدو عليا صافي نحيد عليا داك التمرين اولا ديك المراجعه ولا داكشي اللي خصني نديرو باش صافي تبقى لي الليل كول وندير فيه اللي بغيت ونحاول نعس بكري ندير داكشي اللي بغيت. فنحاول مادام فيا ديك الموتيفاسيون ديال القرايه وباقي لا رجعت من المدرسه ناكل ندوز دغيا نخرج داكشي اللي عطاوني. نيكست ديما نتعامل زوين مع البروف. هذاك اللي واقف اون فاس معاك كيشرح ليك راه ماشي خدام عندك ماشي صاحبك ماشي بحال باك ماشي بحال مك. هذاك بروف هذاك استاذ هذاك واحد الانسان قاري واعي وضرب تماره باش انه يوصل داك النيفو باش انه يقريني. فانا الحاجه اللي خصني ندير سيكو نحترمه ونسمع ليه ما نحاولش ندير فيها واعره بحال دوك البراهج اللي كيجلسوا اللور ونبدا البروف يهضر وانا نعاود مورا الهضره يقول لي شي حاجه ونبدا نقمع فيه نحاول نضرب معاه نحاول نجبد معاه صداع. لا 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 انا راني قد هكا مقارنه مع داك البروف قرايه اللي قاري هو ما قاريش انت فيها هكا. فانا جيت تما باش نتعلم فانا غادي نتبع معاه وغادي نسمع عليه. كون ظريفه مع لي بروف. فاش كتحترمي لي بروف حتى هما كيحترموك. فاش كتحترمي داك البروف كتهضري معاه زوين كتعاملي معاه زوين كتدخلي السلام عليكم استاذ. فاش كتبغي تخرجي السلام عليكم استاذ كنصوب ليه التمارين ديالو لما فهمتش شي حاجه في الكلاس كنسولو. غتكونوا لاحظتوها انه فاش كيكون شي واحد ما كيحملوش البروف كيسولو اولا كيقول ليه راني ما فهمتش ديك الحاجه كيحاول ديما يدور فيه اولا يقول ليه انت جالس تما وما كتبعش بالسيف انت النهار كله انت غا كتفرنس. وعنده الصح البروف عنده الصح. لحقاش البروف فاش كان كيشرح هو كان كيفرنس. فانا فاش كنكون مزيانش مع داك البروف فاش كنكون كنتصر عليه فاش كنكون كنبغي نتصور على صحابي على ظهر البروف كنجي ما كنفهم شي حاجه وكنسولو وما كيبغيش يجاوبني ولا كيقمعني فمن حقه ما نحاولش ندير فيها واعره. باغ كونطخ فاش كتكوني ظريفه داخله سوق راسك كدير لي الهوم ورك ديالو بخي يكون داك التمرين اللي عطاك تصوبيه غلط المهم انك درتي افور وصوبتيه وجبتيه لي غلط المهم سيكو صوبتيه. اول حاجه كتكبري في عينيه. ثاني حاجه فاش ما كتفهميش شي حاجه وكتقولي استاذ راني ما فهمتش شي حاجه كيحاول يفسرها لك وكيدير افور انه يفسرها لك كتكونوا كتلاحظوها. فاش كيكون شي واحد قراي كيجلس القدام اولا كيلكو سوا كيسول البروف البروف كتلقاي كيدو كيجي الشك كيقول بلاتي راه واقيلا ما شرحتش ديك الحاجه لحقاش ديك البنت كتبع معايا وما فهماتهاش فغادي نحاول نشرحها وكيحاول يعاود يشرح داكشي باش هي تفهم وباش نتوما تفهموا. فاش كيسولوا شي واحد كيجلس اللور وكيغوت كيجلس اللور اولا الوسط وكيغوت وما كيتبعش معاه وكيبدا يتصارع عليه وكيبغي يتصور عليه فما كيتسوقش للبروف وكيدور فيه وكيقول لي انت ما كتبعش ما نعاودش نشرحها لك. فانا نكون زوينه وظريفه مع داك البروف كيبقى سوبيريور عليا هو جاي يدير تما خدمته وخدمته انه يقريني. فلا ما فهمتش حاجه غادي نقولها ليه هذا رونجاتني شي حاجه غادي نقولها ليه. واحد النقطه ثانيه غادي نقولها لكم كاينين دي بروف اللي اوتوماتيكمون كيكونوش كيشرحوا مزيان واخا قاري وما نعرف شنو واصل داك البوست اللي واصل ليه ولكن بحال كيكون عيا بحال صافي كيكون ديموتيفي انه يقري ما كيشرحش لكم مزيان. عرفتوا شحال ديال لي بروف دازوا عليا انا في حياتي ما كيشرحوا حتى زفته حتى شي زفته كيجي كيبقى يهضر عليك ما كتفهمي حتى شي حاجه. فاش كتسوليه على شي كاستيون كتقولي استاذ راني ما فهمتش هذه كيعاود يشرحها لك بنفس الطريقه اللي شرحها في الاول ولي ما فهمتي فيها حتى شي حاجه. فبالك شي بروف ما كيشرحش مزيان نمشي ندير السوايع من الاول ديال العام ما تجلسوش ليا حتى الاخر ديال العام وتمشوا ديروا ليا السوايع ماشي حتى شهر 5 حتى شهر 4 حتى شهر 3 عاد انا ما فهمتش السيونس انا ما فهمتش المات عاد ندخل ندوز السوايع. لا من الاول ديال العام دخلت بان ليا شي بروف ما كيشرحش مزيان ما فهمتش عنده في الحصه الاولى والحصه الثانيه والحصه الثالثه ما قشبلت والو والعام كيدوز الوقت كيدوز غنمشي ندوز السوايع. فما كنبقاوش كيقرب الوطني ما كنبقاوش كيقرب قرب الجهوي ما كنبقاوش كيقرب ليكزام في لونيفرسيتي اللي كنتي في لافاك ماشي حتى الاخر من الاول من الاول يبان ليا داك الاستاذ ماشي حتى لهي داك الاستاذ راه ما كيشرحش داك الاستاذ كيضيع عليا وقتي وانا كنضيع وقتي ندخل ندوز السوايع صافي سالينا باش انا نبقى غاده في الريتم باش انا نبقى غاده بالتسلسل نبقى غاده بشويه كل درس نفهمه في الوقت ديالو يقرب ليكزام نكون شديت كلشي بقى خصني نراجع ماشي حتى يقرب الامتحان عاد نمشي انا نقلب على شي مدرسه ديال السوايع عاد نمشي انا نسول على شي استاذ كيشرح مزيان يبدا يشرح ليا عاد نمشي ونمشي. لا من الاول ديال العام هادشي كيدار من الاول ديال العام كندير لي زاناليز ديالي في لي بروف كاملين من الطرف حتى للطرف من الطرف ديال لي بروف حتى الاخر كنبدا نشوف
كنبدا نفلتري لي بروف، هذا كيشرح مزيان نتبع عنده، هذا كيشرح غير شويه غادي خصني نتبع عنده، لما فهمت شي حاجه نعاود نسولو ونشوف شي واحد كيقرا مزيان يشرح لي نجلس هذا نبقى بحال هكا، هو عنده مع ديك لا ماتيير نبقى نخشي راسي انا معاه يشرح لي، لما فهمتش هذه في الكلاس نقول ليه عفاك اخويا شرح لي هذه، لهذاك اللي تجلس حداه كيقرا مزيان، ولا كان شي بروف مفقود منه الامل حتى شي واحد اصلا ما كيفهم عنده حتى شي حاجه نمشي ندخل ندوب السوايع في ديك لا ماتيير من الاول. نيكست وير يور ديودورنت، كنقولها لكم في كاع لي زيبيسود ديالي ديال لي بودكاست، ولكن غنعاود نقولها لكم دابا، ديروا ديودورون ديالكم قبل ما تمشيو للمدرسه اولا قبل ما تمشيو لافاك اولا قبل ما تمشيو للليسي ولا الكوليج ولا كلكو سوا، ندير ديودورون حتى شي واحد ما غيبغي يجلس حدا شي واحد في ريحه ديال العرق. ديودورون كدير 18 درهم 20 درهم 30 درهم ماكسيموم 40 درهم، فندير ديودورون قبل ما نخرج ندير ديودورون نهز معايا نديرها في كارطابل. كاينين الناس واخا كيديروا ديودورون كيمشيو للمدرسه غير مع داك المشي والطريق وداكشي فاش كيوصلوا كتبقى فيهم الريحه، نشد كلينكس نشوف شي طواليت نفز كلينكس واحد شويه نمسح هاد البلاصه عندي هنا وندير ديودورون وعاد ندخل الكلاس. حتى شي واحد ما يبغي يجلس حدا شي واحد في ريحه ديال العرق ويبقاو يهضروا، بنادم كيهضر هذيك خيتي فيها ريحه خايبه، هذيك خيتي فيها هادي، هذيك خونا في هادي، من خلال شي واحد يهضر فيا ارخص حاجه وهي الديودورون فنهزها معايا ونديرها ونكون ديما كلين، ما نخلي حتى شي واحد فين يهضر فيا. شي يقدر شي واحد يهضر فيك يقول ما كيلبسش مزيان اي دونت جيف ا فوك، يقدر شي واحد يقول لك الخيتي ما كديرش مكياج ما كديرش مكياج زوين ما كديرش هادي اي دونت جيف ا فوك، ولكن اخيب حاجه تقدر تقال عليك وهو ان ديك البنت فيها ريحه خايبه اولا داك الدري في ريحه خايبه. لي كولو ديالي مقلبد لهم كل نهار، ديما ديودورون ديما ريحتي نقيه وكلين، ندوش نمشي للحمام نكون نقيه ما نخلي حتى شي بروش يهضر فيا. هذيك غير مدرسه ماشي فاشن شو، فنمشي لابسه مرتاحه ماشي سروال مزير عليا من كرشي وانا اصلا عندي الكرش ونمشي مزيره ودايره الصمت وما نعرف شنو تلوك بيوتيفول او ما نعرف شنو. لا راك فايقه مع 8 الصباح غتقراي من 8 ل 12 غتمشي للدار اولا غتغدي في المدرسه وترجعي ثاني تقراي من 2 ربع ولا من 2 لستة ولا كلكو سوا، فلا كان عندي النهار طويل وشارجي نلبس شي حاجه كان ولبس سيرفيت نجمع شعري المهم ريحتي تكون زوينه ونكون نقيه ما نديرش مكياج ندير غير غلوس ونجمع شعري ويكون نقي وتكون حالتي نقيه ولبس برديله ولا شي حاجه كومفورتابل المهم نكون مرتاحه. المهم فاش نكون جالسه في الكلاس نكون دافيه في الوقت ديال البرد ونكون مرتاحه. نيكست هذه نصيحه للبنات اللي باقين في الكوليج اولا في الليسي من الاول ديال العام اولا كنتي في 7 8 9 5 6 الباك، نبدا نفكر انا شنو باغا ندير في حياتي. راه ما كنبقاوش حتى كناخذوا الورقه ديال التوجيه، كتشدي الورقه ديال التوجيه انك تكوني سيونس اولا ايكونومي اولا لا ليتر اولا كلكو سوا، وعاد كنبدا نفكر قولوا لي انا دابا شنو عندي، اولا كنمشي عند ماما نقول لها ماما شنو بالك انا اين ماتير عندي معاها. لا لا الورقه ديال التوجيه ديالك انت بوحدك، الورقه ديال التوجيه وهي المستقبل ديالك. كاينش الناس كيشدوا ديك الورقه كتبان لهم ورقه عاليه، ولكن لا راه هذيك الورقه ديال المستقبل ديالك ديال انك نتي شنو غتقراي. كل ما كنت باقا صغيره في القرايه باقا يلاه في الكوليج غير في الاول ديال الليسي نبدا كنفكر شنو لي ماتيير اللي عندي معاهم، انا شنو باغا ندير، نبدا نقلب الخدامين اللي زوينين الخدامين اللي انا كنميل ليهم، ديك الخدمه كتعجبني اذا شنو خصني ندير باش نوصل لديك الخدمه، شنو هما لي ديبلوم اللي خصهم يكونوا عندي باش نوصل لديك الخدمه. انا عرفت دابا لي ديبلوم دابا شنو نقرا باش نوصل لي ديبلوم، دابا عرفت شنو نقرا، بما انني عرفت دابا شنو نقرا باش ناخذ داك الديبلوم باش نخدم ديك الخدمة ما نجي نشوف اين مدرسه خصني ندخل ليها اين توجيه خصني نديرو. فمن الصغر من صغري وانا كنشوف معاش عندي ومعاش ما عنديش، فماشي انت ما عندكش مع السونس والماتو داكشي وتجي تقولي ليا انا باغا نولي طبيبه. لا 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 كنشوف لي ماتيير اللي عندي معاهم وكنمشي على حساب داكشي اللي انا عندي معاه، لا كانت كتعجبك شي خدمه ولكن لي ماتيير ديالها انت ما عندكش معاهم نحاول انهم يكون عندي معاهم، ندوز سويع فيهم نقرا فيهم نتبع فيهم نحاول نجي فيهم مزيان باش نتقبل في داكشي اللي انا باغا ان شاء الله من القدام. فالحاجه اللي كنقول لكم وكنعاود نقولها وكنوصي وكنعاود نوصي من الاول من الاول نعرف انا شنو باغا ندير، ماشي حتى كنوصل السيزيام والباك عاد كنبدا نفكر اولا ماشي حتى كناخذ الباك عاد كنبدا نقول دابا اين مدرسه غادي ندير. قفرتي هذيك الساعه قفرتيها لحقاش خديتي الباك غتمشي تقراي في لافاك عامين تمشي تدخلي تقراي في هاد المدرسه عامين ما غتعجبكش غتولي كتعجبك حاجه اخرى وانت ضيعتي عامين من حياتك. هادشي ما كيعنيش ان البنات اللي درجه داعوا لهم عامين من حياتهم ولا عام من حياتهم صافي تسالات الدنيا، لا انا دابا كنصح البنات اللي باقين صغار من الاول يعرفوا هما شنو باغين، اما البنات اللي سقطوا عام سقطوا عامين ضيعوا عام ضيعوا عامين دخلوا لهاد المدرسه وما صدقاتش لهم باغين دابا يدخلوا مدرسه اخرى جو فور ات جو فور ات. الناس راه كيديروا 50 عام 45 وكيدخلوا يدوزوا باك ليبر وكيقراو باش
يوصل داكشي اللي باغي. فانا بقى صغيره بقى تابعني الدنيا قد قد الخلا، ما عندي ما يدار في حياتي اصلا. واش انت دابا عندك ما يدار؟ ما عندك ما يدار، ما كديري والو في حياتك، باك امك كيصرفوا عليك، ساكنه مع باك امك، ما كديري والو، ما خدامه ما حتى شي حاجه. فابسط حاجه ندير وهي نحاول تو تراي نقرا نخدم ندير افور في هادي، ندير افور في هادي. سيت جولز كنقولها وكنعاود نقولها لكم، سيت جولز. نعرف انا شنو باغا ندير في حياتي، انا شنو باغا نخدم، انا شنو باغا ندير، انا فين باغا نوصل. نيكست ما ندصرش عليا البراحش. دخلت ليسه جديده، دخلت لمدرسه جديده، دخلت لافاك، باقي اول عام عندي في لافاك، اول عام عندي في شي اكول سوبيريور. ما ندصرش عليا البراحش، ما ندصرش عليا بنادم، باقي اعوام كثر فين غتعرفي بنادم، باقي ليام جايه اللي غتعرفي فيهم ناس. فماشي باقي يلاه دخلت ومن ندصر عليا هاد البرهوش، ندصر عليا هاد البرهوش، ندصر عليا ديك البرهوشه وما نعرف شنو، وحال فمي وانا كنعاود. لا نسد فمي وما ندصرش عليا شي برهوش. جا شي واحد داك يتبسل عليا ولا بدا كيدير فيها واعر ما نعرف شنو، ندور فيه، ندور فيه، واخا يقولوا عليك معقده ندور فيه. اللهم يقولوا عليك معقده ولا يقولوا عليك شي كلمه اخرى خايبه، فما ندصرش عليا بنادم. كيپ يور ديستانس، بيني وبينك تبقى ديستانس، ما كنعرفكش ما تقربش ليا. اش قالوا كنفرق في المرتي؟ ماشي مشكله، هذا كيقرا معايا نعطيه المرتي، هذا هادي هذا هادي. لا ما ندصرش عليا بنادم، المرتي نخليها عندي. اوكي سو جايز اي جيس ذس واز ذا اند اوف ذا ابيسود. كنتمنى ان هاد التيبس اللي عطيتكم دابا تستافدوا منهم شي حاجه. ما قلتش لكم كلشي لحقاش باقي نجي بزاف ديال الفيديو ديال القرايه، بقينا نهضروا بزاف على هاد السوجي لحقاش بالنسبه ليا القرايه كتجي اول حاجه فوق من كلشي، فوق من اي حاجه كنديرها في حياتي كتجي القرايه هي الاولى. فكنقولها وكنعاود نقولها لكم، ديوها في قرايتكم. وباقي بزاف ديال التيبس غادي يجيو، باقي بزاف ديال لي ابيسود غادي يجيو على القرايه، على فريندز، على ا لوت اوف ثينكس. فكنتمنى جايز انكم تكونوا استفدتوا. So see you guys in the next episode on my unlimited talk by Sana. See you.